تلبية لدعوة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خص السيد الرئيس باستقبال رسمي ومميز بقصر الديوان الأميري بالدوحة. وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني لكلا البلدين، استعرض السيد رئيس الجمهورية وسمو أمير دولة قطر تشكيلة من الحرس الأميري أدت لهما التحية الشرفية. وبقصر الديوان الأميري دائما وبقصر الديوان الأميري دائما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجريا محادثات موسعة شملت وفدي البلدين. ليجري بعدها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثات على انفراد تم خلالها استعراض وتقييم العلاقات الثنائية ومستوى التعاون القائم بين البلدين. وعقب المحادثات الموسعة والثنائية، أشرف السيد رئيس الجمهورية وسمو أمير دولة قطر على مراسم التوقيع على 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت المجالات التالية: اتفاقية حول إقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين البلدين. واتفاقية في مجال التضامن حول التنمية الاجتماعية والأسرة بين البلدين. وبرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون التربوي للأعوام الدراسية لسنة 2022-2025. هذا وقد أقام سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مأدبة غذاء على شرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. هذا وكان رئيس الجمهورية قد حل أمس بالدوحة، حيث حظي باستقبال رسمي بمطار الدوحة الدولي خصه به سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.